السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في ندوة توقعات الأسواق عام 2020. معاكم عاصم منصور، المحلل الاقتصادي الأول بشركة أوربكس وخبير الأسواق المالية العالمية، وأتشرف ويسعدني وجودي معاكم النهاردة في ندوة مهمة جدا من خلالها هنناقش كافة الأدوات المتاحة في الأسواق من الناحية الأساسية والفنية، والأهم من ده ثقة الأسواق أو التمركزات اللي من قبل المؤسسات والبنوك. أنا حابب قبل ما أبدأ المحاضرة تعرفوني كده بشكل عام، كل واحد خبرته قد إيه في السوق. والنهاردة هتبقى محاضرة مش أنا هتكلم فيها بس، لكن هيبقى فيه نقاشات وهنستعرض مع بعض. أنا مش مجهز ماتيريال هشرح فيها، لكن هنفتح تطبيق عملي ولايف لكل الأسواق الموجودة، وهنناقش كل الفرص المتاحة في السوق اللي ممكن نقدر نستفيد من خلالها في خلال الربع الأول أو عام 2020. بشكل عام كده الحاضرين معايا النهاردة، الخبرة اللي حضراتكم بقالكم قد إيه في السوق، وهل معانا ناس مبتدئة أو ناس بقالها كذا سنة في السوق؟ أحب كده كل واحد لو الصوت واضح الأول عند الجميع يدوس رقم واحد ويكتب بقاله كام سنة موجود في السوق. تمام، معانا أغلب ال الإجابات حوالي في سنة، في 5 شهور، في سنة ونص. تمام، أوكي. طيب أغلب الإجابات الموجودة عندي، يعني أغلب الناس اللي موجودة معايا النهاردة تداولت في السوق وعندها خبرة في السوق. أنا بس حابب ده لأن إحنا هنتكلم بشكل احترافي شوية في ندوة النهاردة، مش هتكون ندوة للمبتدئين، فحابب أي حد يكون عنده أي سؤال أو أي استفسار يطرحه وإن شاء الله يتم الإجابة عليه. طب أنا حبيت أبدأ الندوة النهاردة بشرط الذهب زي ما أنتم شايفين كده على الشاشة. طبعا شفنا الذهب مسجل أعلى مستوى ليه حوالي من 2013، عند الهاي بتاعه كان عند حوالي 1587. طبعا اللي كان متابع السوق والتحليلات اللي كنت بنزلها كنت بنصح ببناء تمركزات شرائيه عند المستويات 1450. بعت الذهب، بعت الذهب لكن على المدى القصير، لكن المدى الطويل اكدت في العديد من المرات انه 1450 ده هيكون مستوى مهم جدا لبناء تمركزات شرائيه قويه عنده، وممكن نشوف مستويات ال 1600، ولو كسرها نشوف مستويات اعلى من 1600 مره ثانيه. طب احنا دلوقتي هنحدد اتجاه الذهب بناء على ايه؟ لو احنا جينا بصينا على الاطار الزمني الديلي او اليومي، هنلاحظ فيه اختراق قوي لمستوى مقاومة كان عند 1555، مسجل 1587، الحالة بنشوف عمليات جني ارباح المستوى 1564. طب انا اشتري من فين؟ لو انا على شورت تيرم استنى اعاده لاختبار مستوى المقاومه اللي تم كسره عند 1555، وهبتدي اشتري من عند المستوى ده. طب امتى اقدر اقول ان الذهب سجل قمه ليه وهيبتدي في الهبوط؟ لو تم بس كسر 1520، غير كده انا بستغل اي تراجعات للذهب للشراء. طبعا الارتفاعات دي كانت سريعه جدا بسبب الصراعات ما بين الولايات المتحده وايران، واحتمال نشوف ارتفاعات قوية مفاجئة في حال توجيه أي ضربات أو هجمات إرهابية من إيران للولايات المتحدة. طب دي كانت من الناحية الفنية. عايز أقول لكم في ملاحظة مهمة جدا، إن مؤشر الـ RSI أو اللي أنا بستخدمه في تحديد التشبعات الشرائية والتشبعات البيعية، المستوى دلوقتي حاليا عند حوالي 89، شايفين عند المنطقة الـ RSI اللي تحت. المستوى ده هو أعلى مستوى ليه في 20 سنة، يعني الذهب عمره ما سجل مستويات تشبع شرائي بالقوة دي من سنة 2000. طب ده معناه إيه؟ إن إحنا هنشوف تصحيحات قوية. علشان كده أي حد حابب يشتري من 1500
55، مش ما يجيش يشتري من عند البيك او من القمه 1587، يشتري بمخاطره تتناسب مع راس المال، ويحاول يستغل اي تراجعات عند المستوى 1520 لاعاده الشراء. فدي ملاحظه مهمه جدا، ان المستوى ده التشبع الشرائي اللي وصل له الذهب ما وصلوش من 20 سنه. طب انا احب احلل كده، ان الذهب عندي معلومه فنيه، ومن ناحيه توترات جيوسياسيه عندي فيه استمرار في صعود في اسعار الذهب. طب من الناحيه ثقه الاسواق، طبعا في شرطات شويه هتكون جديده عليكم، بس هنناقشها مع بعض كده بشكل سريع، بحيث ان انا اقدر احدد من خلالها اتجاه الذهب في خلال الفتره اللي جايه. دي تدفقات الصناديق المؤشرات وحيازتها من الذهب. طب انا جيت ابص على الرسم البياني هنا، لقيت من اول يوليو الف او يونيو 2019 في زياده قويه في حيازه الذهب من صناديق المؤشرات. طب حاليا في نوفمبر 2019 او مؤخرا في نوفمبر 2019 شفنا اول تراجع ليها من مايو 2019. طب ده مقارنة بالأسعار، لو جينا بصينا هنا الخط ده بيمثل الأسعار، دايما هنشوف فيه زيادة في الأسعار مع ارتفاع الحيازات، وتراجع في الأسعار مع تراجع الحيازات. خلال الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل؟ لسه ما عندناش بيانات ديسمبر ويناير اللي هي تمت أصلا بسبب زيادة الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. هنشوف فيه تراجع بسيط في نوفمبر بنسبة 1%. المفروض ان البيانات الجديده اللي هتنزل في خلال الايام اللي جايه، اعتقد ان احنا هنشوف فيه زياده قويه في حيازه صناديق المؤشرات بالنسبه للذهب، وخصوصا البنوك المركزيه. طب الرسم ده لما انا اجي اشوفه لازم يكون عندي فيه ارتفاع يكسر الهاي او يزيد فوق الشمعه دي، بحيث ان انا اقدر استمر في توقعي بكسر 1600، ونقدر نشوف 1650 و1700، ولكن ده على المدى الطويل. طب معلومة تانية لازم ابص عليها، لو انا جيت بصيت على صافي عقود الشراء للذهب اللي بتصدر عن هيئة العقود الآجلة للسلع، هنيجي نبص هنا طبعا هنا عندي مستويات مرتفعة جدا، وصلت لحوالي 300 صافي العقود الشراء، ما بين عقود الشراء وعقود البيع صافي 305 ألف عقد شراء زيادة من عقود البيع. طب كسر الهاي اللي كان مسجله في 2016 عند حوالي 316 ألف. شايفين معايا على الشاشة؟ الشاشة واضحة عند الجميع؟ يا ريت نكتب رقم واحد لو الشاشة واضحة عند الجميع، بحيث ان تبقى الصورة ماشية مع الكلام. طيب يبقى عندي صافي عقود الشراء سجلت اعلى مستوى ليها من 2016، شايفين الارتفاع في عقود الشراء قد ايه؟ فانا ما اقدرش اقدر اقول دايما اللي لما الاقي في بيك في الذهب او في اتجاه صاعد في الذهب ما استناش ان انا ابيع من فوق او اشتري من فوق خالص، او ابيع من فوق خالص على توقعات ان خلاص الترند جاب اخره وانا هبدا ابيع من بدايه الترند. لسه الترند الصاعد ما انتهاش بالنسبه لاسعار الذهب. طب هل هي منطقه كويسه ان انا ادخل بمخاطره عاليه؟ لا، بس اقسم المخاطره بتاعتي من 1555 وممكن ازود من 1520. فبالنسبة للمدى الطويل صفقات الشراء هي الأفضل بالنسبة لأسعار الذهب. ما أقدرش أقول إن الذهب هيبتدي فعلا يبدأ اتجاه هابط، لازم يكون عندي ثلاث شروط أساسية. أولا انتهاء الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران، عودة لطاولة المفاوضات مرة تانية، أشوف فيه تراجع في عقود الشراء، ولازم تكون صافي العقود ما بينهم ما بينها وما بين عقود البيع أقل من 200 ألف. من ناحية تانية أشوف في تراجع في حيازات صناديق المؤشرات، زي احنا ما قلنا استمرار التراجع يكسر اللو بتاع الشمعة اللي قبلها. طبعا في بيانات بتنزل تاني أنا هبقى أوضحها على مدونة شركة أوربكس والتليجرام، إن البيانات دي إزاي هتأثر على أسعار الذهب خلال الفترة اللي جاية. وكان ليا لسه مشاير آخر لقاء في السي ام بي سي، قلت إن 1450 و 1440 هي مناطق قوية جدا
لبناء تمركزات شرائيه باستهداف المستويات ال 1600 في اللقاء اللي قبليه. طب احنا لازم نركز على البيانات اللي انا لسه مأكد عليها دي دلوقتي. طب من الناحيه الفنيه عايز اقول لكم برضو ملاحظه تانيه، لو احنا جينا بصينا على الديلي تايم فريم هنلاحظ ان في تكون شبه تكون نموذج كابن هاندل او نموذج الكوب والعروه. يبقى انا عندي ده بيبقى بالمنظر ده، خلينا نرسمه لكم. يبقى كده بالظبط، حابب بس ان كل حاجه تبقى موجوده قدامكم لايف عشان نقدر نستفيد. خليكم مركزين في الرسمه اهي، ده نموذج الكوب والعروه، ده نموذج استمراري. يبقى المنظر ده لما انا اقدر اشوفه بيتم بتاكيده باعاده اختبار المستوى 1000 او 1555 او 1550، والشارع ممكن نشوف مستويات ال 1600 ومستويات ال 1610. طب حد عنده اي استفسار عن اسعار الذهب خلال الفتره اللي جايه؟ هننتقل اللي هناقشه هناقش النهارده اليورو دولار والاسترالي دولار والاسترليني دولار واسعار النفط والداو. طبعا يعني في استفسارات كتير عليها، هنناقش الداو بشكل عام، اي تراجعات هتبقى تراجعات تصحيه، وده اشرت ليه برضو في لقاء في اخر السنه اللي فاتت في 2019. لكن بالنسبه للذهب تم توضيح الجوانب الاساسيه طبعا لتوقعات اسعار الذهب. لو حد عنده اي استفسار بخصوص الذهب يتفضل يساله، واحنا نرجع تاني لمناقشته. لكن في الوقت الحالي خلينا ننتقل لاسعار الخام تكساس او النفط الامريكي. طيب طبعا احنا عارفين ان اي صراعات بتحصل في المنطقه وخصوصا في منطقه الخليج بيأثر على الامدادات النفطيه، وبالتالي بنشوف فيه ارتفاع في الاسعار بشكل قوي جدا. لكن في ملاحظه برضو عايز اقول لكم بتبين ثقه السوق، احنا عندنا في ارتفاع في الاسعار وشفنا فيه تراجع قوي جدا في اسعار سهم ارامكو، مع ان المفروض ان ارتفاع الاسعار بيؤدي الى ارتفاع سهم الشركه، ولكن ده بالدليل على ان حاله عدم اليقين لما بتسيطر على السوق ما بيبقاش مبنيه على اسس اقتصاديه او فنيه، دايما الناس بتلجا لشراء الملاذات الامنه. طب لو هنقارن ما بين انهي الافضل، ان انا اشتري بترول بسبب الاحداث السياسيه ولا اشتري ذهب؟ اشتري ذهب، يعني الاحداث السياسيه دي تاثيرها هيبقى اقوى يدعم ارتفاع اسعار النفط اقوى، ولا ارتفاع اسعار الذهب؟ ارتفاع اسعار الذهب خيار افضل بالنسبه للاحداث السياسيه اللي بتاثر على الملاذات الامنه. وهقارن النسبه ما بين ارتفاعات اسعار الذهب واسعار النفط، هنلاقي ان اسعار الذهب بتتفوق على ارتفاعات اسعار النفط في خلال الاحداث اللي بتبقى فيها توترات او حروب. طب خلينا نرجع تاني للنظره الفنيه بالنسبه لاسعار الخام النفط الامريكي. شفنا في اكتوبر 2018، اكتوبر 2018 هبوط من حوالي 76.55 دولار لحد 42.04 دولار البرميل. طب الوقت الحالي انا شايف ايه؟ شفنا اختراق لاعلى مستوى ليه بعد الهجمات اللي تعرضت ليها السعوديه في ارامكو في شهر سبتمبر اللي فات. كان اعلى مستوى وصلت له كانت حوالي خمسه، كان حوالي 56 دولار، يعني حوالي 56 دولار. احنا دلوقتي بنتكلم في هاي 64 دولار. طب المستويات المتوقعه اللي ممكن النفط يجيبها لو حصل، هجمات ارهابيه او هجمات على مواقع امريكيه، او امريكا شنت هجمات على حسب ترامب ان هو قال ان هو هيستهدف مواقع ليها علاقه بالثقافه الايرانيه، طبعا دي يعني تهديدات قويه، لكن ده لو حصل ممكن نشوف ارتفاعات مفاجئه مؤقته لاسعار النفط، وليست اسعار ارتفاعات مستدامه زي اللي هتحصل في الذهب. هنشوف ممكن نشوف مستويات ال 66، ده اللي هيكون اقصى حد ليها بالنسبه لو تعرضت سواء الولايات المتحده او ايران لاي هجمات. طب خلينا نبص ان احنا هنا في عندنا هبوط، تعالوا بقى نقيس من الناحيه الزمنيه
والناحية الفنية، هنيجي نقيس هنا حصل عندي هبوط حوالي 46% في 59 شمعة. ركزوا في الرقم ده، 46% في حدود 59 شمعة و83 يوم. طب لما نيجي نقيس الارتفاع، سجل نفس الارتفاع او قريب من الارتفاع الهبوط اللي سجله لكن في 265 شمعة. دي معلومة لازم يكون حاجة أساسية إن أنا أبص عليها بالنسبة لتحليلي للسوق. يعني أقدر أقول إن الارتفاعات دي كلها خدت وقت أكبر بكتير من الهبوط. هنا 265 شمعة، نرجع تاني للهبوط. الهبوط حد 58 شمعة، في فرق واضح جدا في الهبوط والارتفاع التصحيحي اللي أنا شايفه ارتفاع تصحيحي في الوقت الحالي. طبعا ده كان مدعوم طبعا بالهجمات اللي حصلت واتفاقية أوبك لخفض الإنتاج. وفي معلومة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، نسبة الالتزام الأوبك بخفض الإنتاج عدت ال 270%. دايما في ممكن يكون في اتفاقات خفض ولكن الأعضاء ما بيلتزموش 100% بنسبة الخفض، لكن الفترة اللي فاتت أو الربع الأخير شفنا من بعد ديسمبر الاتفاقية اللي حصلت في خفض الإنتاج ب 500 ألف برميل مرة تانية، شفنا في ارتفاعات قوية جدا في نسبة الالتزام. بشكل عام الفترة اللي جاية شفنا طبعا في تراجع في مخزونات النفط الأمريكية، طبعا ده وضع طبيعي في خلال شهر يناير وفبراير على وجه الخصوص. في خلال الربع الأول والربع الثاني من الناحية الموسمية لو جينا ربصينا في خلال ال 30 سنة اللي فاتت هنلاحظ في ارتفاعات في النفط في الأوقات دي. طب أنا شخصيا أفضل إيه؟ أنا شخصيا هفضل البيع من المستويات الحالية، وخصوصا إن المستويات الحالية بتمثل 61 في بوناتشي من حركة النفط اللي هبطت من 76 لحد 42. طب بالنسبة للشراء، الشراء طبعا لو حد عنده صفقات بيع من المستويات أقل من ده، الشراء دايما لو حصل شراء أنا دايما المستويات ال 51 دي طبعا مستوى مهم جدا لبناء تمركزات شرائية عنده. حتى لو أنا شخصيا شاري من ال 60 أنا هدخل هنا بضعف المخاطرة عند 51، بس هسيب مجال مرة تانية ان انا هشتري من 42 دولار للبرميل مرة تانية. يبقى انا لو دخلت هنا ب 3% من المحفظة هدخل هنا ب 6% من المحفظة وهدخل هنا ب 10% من المحفظة، لان دايما اي اسعار النفط لو نزلت عند المستويات دي ولو كسرت المستويات دي هنشوف ارتفاعات قوية مرة تانية. ولسه توقعاتي على المدى الطويل استقرار التداولات ما بين 66 وال 42، لكن على المدى المتوسط 50 و60 دولار للبرميل. طب خلينا نبص على انتاج امريكا من النفط خلال 2019. عايزكم تركزوا في الرسم البياني اللي قدامكم ده على الشاشة. شايفين الانتاج من حوالي يناير 2019 من 11 مليون و871 الف برميل لحد 12 مليون و655 الف برميل في اليوم، ده في اكتوبر 2019. طيب في يوليو 2019 شفنا فيه تراجعات لكن دايما الارتفاعات اقوى من التراجعات، فالتراجعات ممكن تكون مؤقتة. فاحنا لو شفنا فيه تراجعات في الانتاج دي هتكون تراجعات مؤقتة بس. طبعا لو شفنا استمرار في الزيادة وشفنا في ارتفاع في المخزونات مرة تانية وشفنا في إعادة لتشغيل منصات الحفر اللي بتصدرها تقارير بيكر هيوز في خلال الفترة اللي جاية، هنقدر نشوف في تراجعات قوية جدا لأسعار النفط مرة تانية. خلينا ننزل على تايم فريم أقل من ده ونبتدي نشوف في تراجعات لأسعار النفط مرة تانية، ولكن مش هنقدر نقول إن بداية اتجاه هابط الا لما يكون عندي كسر لمستويات 60 دولار برميل. يبقى انا اقدر اعزز مستويات البيع لما يحصل عندي كسر واضح لمستويات 60 دولار برميل، غير كده المدى القصير فقط لسه النظرة الشرائية قائمة كما هي. طيب ده بالنسبة لأسعار النفط، خلينا ننتقل للباوند دولار.
طبعا الباوند دولار الاحداث السياسيه كانت المؤثر عليه خلال 2019، والارتفاعات اللي شهدها الفتره اللي فاتت دي كان سببها اكتساح واضح لحزب المحافظين، كان اعلى مستوى ليه لحد من 1987. طب عايزكم تركزوا على الشارت كده، طبعا مش هدخل في التفاصيل بالنسبه لتحليل موجي قوي، لكن خلينا نبص على الترتيب الموجي بالنسبه للاسترليني دولار. عندي الموجة واحد، دي الموجة اتنين، دي الموجة التالتة، موجة رابعة تصحيحية كانت جاية irregular flat، بعد كده الموجة الخامسة والموجة A والبي السي. امتى اقدر اقول ان السين هو ممكن يوصل لمستوى 1.26، ودي هيبقى مستوى مثالي جدا لبناء المركزات الشرائية عليه باستهداف المستويات 1.35 مرة تانية، ومستويات 1.40 في حال خروج بريطانيا اخر الشهر الجاري بخروج منظم من الاتحاد الاوروبي. لو ما تمش كسر المستويات ال 1 32 80، لو ما تمش كسر 1 2 1 فاصلة 32 80 هنشوف مستويات ال 1 26. طب انا شخصيا كان عندي صفقات بيع، وده بعتها على التليجرام من 32 80، وخرجنا النهارده عند حوالي مستويات ال 1 فاصلة 31 ب 70% من العقود، والباقي كده كده واقف الخساره متامن عنده، حققنا حوالي 160 نقطة في صفقات الشراء وصفقات البيع. شخصيا دخلت شراء النهاردة من مستويات ال 1.3050. طب ليه؟ خلينا نبص على المدى القصير بس، على المدى القصير. لو جينا هنا رسمنا تصحيح فيبوناتشي هنلاقي فيه ارتداد واضح من مستويات ال 1.60 فيبوناتشي عند 3050. ده هيدعم الشراء على المدى القصير، طبعا الصفقة متأمنة في الوقت الحالي. طب امتى اقول ان الصفقة هتكمل او الشراء هيكمل لحد 35 مرة تانية؟ لازم يكون اغلاق اسبوعي فوق 32 80. لو تم كسر المستوى 1.30 ممكن نوصل لمستويات ال 1.26. مستوى 1.26 هيكون فرصة ذهبية لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل، ممكن توصل معانا ل 500 و 1000 نقطة خلال عام 2020. ده بالنسبة ل النظرة الفنية للاسترليني دولار. طب من الناحية الاقتصادية طبعا مش هنشوف ارتفاعات قوية مرة تانية إلا في حال تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة. بشكل سريع عندنا تباطؤ في القطاع الخدمي، ده بيمثل 80% من النمو الاقتصادي، في توقعات بتباطؤ النمو اللي ممكن يوصل 1% في خلال السنة دي مقارنة ب 1.5% خلال 2019. في عضوين في بنك انجلترا دايما بيصوتوا في كل اجتماع ان لازم يتم خفض الفايدة. لو شفنا في تراجع في توقعات خفض الفايدة، يعني في كل الأعضاء بتجمع على الإبقاء، وابتدينا نشوف في تصويت لرفع الفايدة، هنشوف في ارتفاعات قوية للسليني دولار. طب اللي متابع دايما معايا ان انا كل سنة في شهر ابريل بنزل فرصة على السليني دولار ممكن تحقق حوالي من 500 ل 600 نقطة. طبعا شهر ابريل قرب وهنزل التحليل الخاص بالسليني دولار بنهاية مارس. طب التوقعات اللي بتشير طبعا ما اقدرش ابني تحليل فرصه شهر ابريل من دلوقتي، لان في تحركات لسه، في مفاوضات مستمره في يناير، وفي مفاوضات لحد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير، فمش هقدر ابين الفرصه بتاعت في شهر ابريل من المستويات اللي موجوده حاليا، لكن احنا بشكل عام وضحنا الفرصه والفرص اللي على المدى الطويل. طيب في شهر ابريل ايه اللي هيحصل؟ شهر ابريل الموازنه هتنزل بتاعت الأجور في بريطانيا. طب المعلومة المهمة اللي هتفيد الفرصة بتاعت شهر إبريل، أنا بس بجهز، أنا حابب أقول، أنا عارف لسه فاضل عليها 3 شهور، لكن حابب أقول إن المعلومة دي اللي هتفيدني إزاي في شهر إبريل. أكبر زيادة تشهدها المملكة المتحدة في الحد الأدنى للأجور. طب ده هيدعم إيه؟ هيدعم زيادة الإنفاق في خلال الفترة اللي جاية بعد شهر ابريل. عشان كده لازم تستعدوا، انا بس بحب اخليكم في الصورة ان في دايما فرصة بتنزل في شهر ابريل بنزلها، فدايما تابعوا التحليلات والتوقعات اللي هتنزل عشان بتبقى فرصة كويسة ممكن نقدر نستفيد منها. وده يعني بشكل اقتصادي ان شهر ابريل هيشهد زيادة في الاجور ما زادتش في الاقتصاد البريطاني على الاطلاق. طيب تحبوا نبص على فرصة تانية ولا
خليني انا اللي اختار. حد حابب يعني يقترح ان احنا نبص على، خلينا نبص على اليورو دولار. طبعا اللي متابع معايا دايما في اليورو دولار دايما بحب استغل اي تراجع للشراء. دايما اليورو دولار حوالي يعني فترات كبيره جدا مهما تراجع لازم تشوف فيه حركات تصحيحيه لفوق، وخصوصا الارتفاع الحالي ده سببه تجاره الفائده دايما اللي بيستفيد منها اليورو والين الياباني. هنناقش الداكس استاذ حامد طبعا بعد، خليني بس اخلص اليورو دولار وبعد كده هنناقش مؤشر الداكس الالماني. خلينا نبص كده على اليورو دولار من الناحيه الفنيه. هنلاقي فيه يعني شبه قناه سعريه صاعده، هنشوف ممكن اعاده الاختبار لمستويات ال 1.12 64. طب من الناحيه الاقتصاديه، دايما للناحيه الاقتصاديه في منطقه اليورو لسه في تباطؤ قوي في اقتصاد منطقه اليورو، لكن في بيانات مهمه جدا. يعني الارتفاع اللي انتم شايفينه ده ممكن حد يقول طب ايه سببه الارتفاع الحالي اللي احنا شايفينه ده. حبيت اشارك معاكم الاسعار او التضخم في المانيا. خلينا نبص بالنسبه لمعدلات التضخم في المانيا، هنلاحظ في ارتفاع قوي جدا زي ما انتم شايفين. في ديسمبر 2019 كانت 1.1 لحد 1.5 في ديسمبر 2019. طبعا اقتصاد منطقه المانيا بيمثل بشكل كبير حصه كبيره جدا من اقتصاد منطقه اليورو، فلما ابتدي اشوف في ارتفاع في الاسعار اقدر اقول ان في دايما تمهل من المركز الاوروبي ان هو ممكن ما يسهلش السياسه النقديه في خلال الاجتماع اللي جاي في مارس، لكن بشكل عام ممكن يتم خفض الفائده مره تانية في عام 2020 بشكل عام، خصوصا ان في معلومه مهمه جدا. القطاع التصنيعي، القطاع التصنيعي في المانيا لسه لحد النهارده في انكماش. خلينا نبص، لسه القطاع التصنيعي زي ما انتم شايفين في انكماش عند مستوى 43.4، ده كان في ديسمبر 2019. في نوفمبر كان عند مستوى 44، اخر مستوى كان هو سجل مستوى قرب من مستوى النمو، بس لما سجل قريب من ال50 كان في يناير. يعني احنا طول السنه عندنا في انكماش في القطاع التصنيعي، وده بينذر بحاله من الركود في اقتصاد المانيا. فده بيؤكد لي ان اليورو مش هنشوف مستويات مرتفعه جدا السنه دي الا لما يكون في تحول جذري في اقتصاد منطقة اليورو. ولكن الدولار بشكل عام لو قارناه باليورو هنلاقي فيه الدولار تفوق قوي جدا في اقتصاد الولايات المتحدة مقارنة باقتصاد منطقة اليورو. عشان كده بشكل عام ارتفاعات اليورو هتكون معتمدة أكتر بعمليات تجارة الفايدة، وتراجع مؤشر الدولار مش هيكون بسببه تحسن قوي في اقتصاد منطقة اليورو. فبشكل عام ممكن أشتري من مستويات 1.10 من مستويات 0.884. بشكل عام المقاومات المتوقعة في خلال الفترة اللي جاية هيكون أقصاها 1.14، ده خلال الربع الأول من العام. طيب ننتقل للداكس الألماني. زي ما أنا قلت لسه معلومة، إحنا هنا بالنسبه للذهب الفجوه بتاعت الذهب، يعني انا افضل ان انا اشتري بعد سد الفجوه زي ما قلت من 1555، وابني تمركزات شرائيه تاني عند المستوى 1520. زي ما انا لسه قايل دلوقتي في القطاع التصنيعي الالماني في عندنا انكماش او حاله من الركود في القطاع التصنيعي الالماني، وده طبعا هيأثر على اغلب المؤشرات الاوروبيه، وخاصه ان احنا عندنا حاله التوتر ما بين الولايات المتحده وايران هيأثر بشكل عام على اسواق الاسهم بشكل عام في العالم. طب اكتر الاسواق اللي هتتأثر في خلال الفتره اللي جايه طبعا هتكون الاسواق الناشئه، مش اقتصاد مثلا اقتصاد امريكا، هيكون اقتصاد الاسواق الناشئه. واوروبا في القطاع التصنيعي في المانيا هيكون عامل مهم جدا في تحديد اتجاه الداكس. طب احنا عندنا حاليا المستويات، خلينا نجيب مستويات، ده كان مؤشر الدولار، خلينا نجيب الداكس. هنشوف في تراجعات
لمستويات ال 12900 على الشورت تيرم بس، على الشورت تيرم. طب ايه اللي يخليني دايما؟ دي طبعا كانت صفقة على الداكس، كانت يوم 30 اغسطس 2019، كنت اهي زي ما هي موجودة طبعا. تريدنج فيو بيسيف خلينا نفتح الصفقة. دي كانت توصية شراء على الداكس، ده طبعا باستخدام التحليل الاساسي والتحليل الفني. شفنا هنا راس وكتفين، دي كانت الصفقة دي يوم 30 اغسطس 2019. شفنا راس وكتفين، وشفنا فيه او التوجه للمركز الاوروبي ان هو هيعلن عن برنامج التيسير الكمي بقيمة 20 مليار يورو في الشهر. ده طبعا حاجة اسمها تشيب ماني او الايزي ماني، بتدخل في الاقتصاد، وبالتالي الاسواق والشركات بتستخدم الفلوس دي ان هي تستثمر في اصول عائد مخاطرة اعلى. طبعا ما فيش زي اسواق الاسهم مخاطرة، فبالتالي كانت صفقة موفقة. هندوس هنا بلاي، هنلاقي في طبعا ان الداكس جاب التارجت ونزل بعد كده كمل. طبعا حاليا نتوقع الحركه الحاليه هنشوف في استقرار او عشرة ترم انخفاضات يفضل استغلالها للشراء. ممكن نشوف مستويات ال 13400 مره تانية. ده طبعا هيستمر في الداكس، مستمر في الصعود مع استمرار المركز الاوروبي في ضخ المزيد من الشيب ماني او برنامج التيسير الكمي. عشان كده ما يفضلش ان انا ابيع الداكس على اللونج تيرم الا لو زي احنا ما قلنا شفنا في تخلي عن السياسة التسهيلية من المركز الاوروبي خلال الفترة اللي جاية. بالنسبة للباوند ين، خلينا نبص على الباوند ين الاستفسارات اللي عليه. طبعا دايما بنسمع دايما على ان الين سيف هيفن، لكن هو عملة كاري تريد كويسة جدا وبتعتمد على تدفقات الملاذ الآمن. لكن بشكل سريع، يعني لما اجي اختار عملة ابيعها قصاد الين، اختار اصلا عملة في الاساس تكون عملة ضعيفة زي مثلا الاسترالي. الاسترالي حاليا عملة ضعيفة، فابيع الاستراليين احسن ما ابيع مثلا الباوند ين. الين الباوند مرشح للارتفاع خلال عام 2020. الدولار ين اكتر بير هيكون فيه فولاتيليتي عاليه جدا، عشان كده دايما لازم تكون في ريسك مانجمنت كويسه جدا. ما اشتغلش من غير ستوب او اشتغلش من غير تارجت. فبالنسبه للباوند ين، احنا حاليا عندنا استقرار فوق المستويات ال 141، ده بيدعم المزيد من الارتفاع خلال الفتره اللي جايه. هيكون المستويات المتوقعة ما بين 141 و 144. تم كسر 144، هنشوف 147. ولكن بشكل عام انتوا عارفين توقعات الباوند مستمر في الصعود، وفي خلال الفترة اللي جاية مش هنقدر نقول ان البير هيعكس الاتجاه الخاص بيه الا لو كسر 139. وباستخدام التحليل الموجي ايضا هنشوف ان احنا حاليا في موجة A B C، وممكن نشوف لو إعادة لاختبار ال 141 و 139 هتكون فرصة شراء قوية جدا نروح ال 147 مرة تانية. طيب بالنسبة للاستفسارات أستاذ ريتشارد على الدولار فرانك، طبعا انتوا عارفين الكوريليشن مهمة جدا في التداول. الدولار فرنك يعتبر عكس اليورو دولار بشكل حوالي 90% نسبة الارتباط العكس ما بينهم. زي ما انا ما قلت، بالنسبة لليورو دولار هتكون في ارتفاعات محدودة جدا، وعشان كده هنشوف في تراجعات بالنسبة للدولار فرنك على الشورت تيرم بس. مستويات ال 96 60 دي هتكون مستويات مهمة جدا للشراء. يعني حاليا فرص دي لو ما تمش كسر المستوى ده هنشوف ارتفاعات مرة تانية. خلينا نرجع على الديلي تايم فريم او نظرة طويلة شوية. بالنسبة للتايم الديلي تايم فريم هنشوف مستويات ال 95 75. لو تم كسر المستويات ال 96 50، لو تم كسر مستويات 96 50 هنشوف مستويات 95 60. طبعا ده هيتم بإغلاق يومي تحت المستوى ده، لكن بشكل عام على الشورت تيرم بس في فرصة شراء كويسة من المستويات الحالية.
اغلب المتداولين، وانا يعني كنت منهم، حاليا ما بفضلش اتريد على الازواج الفرنك، خاصه اللي يتذكر يعني الموجود في السوق من 2015، تذكر تدخل البنك الوطني السويسري والهبوط القوي اللي وصل حوالي 1000 نقطه في يناير 2015 بسبب تدخل البنك الوطني السويسري. الصوت واضح عند الجميع عشان تمام. اغلب في ناس كاتبه ان مفيش صوت، بس في نفس الوقت الصوت تمام عند الجميع، فيا ريت نكتب رقم واحد لو الصوت تمام. طيب تمام، الصوت كويس عند تمام. خلينا نرجع للاستفسارات ونبص على الدولار الكندي. طبعا انتوا عارفين ان في علاقة عكسية ما بين الدولار الكندي او زوج الدولار الكندي واسعار النفط. طبعا الارتفاعات القوية اللي شافها اسعار النفط خلت ان الدولار الكندي يسجل مستويات 1.2966 بشكل عام، اتوقع سلبية لتداولات الدولار الكندي، يعني زوج الدولار الكندي ممكن نشوف فيه ارتفاعات، ولكن مش من المستويات الحالية. ممكن نشوف فيه ارتفاعات، نرسم فيبوناتشي من الناحية الاقتصادية هنشوف ارتفاعات، لكن على الشورت تيرم مستمر الصعود. ممكن نشوف مستويات 1.27 25، طبعا دي على اللونج تيرم، هنشوف مستويات 1.27 على اللونج تيرم لو خاصة استمر النفط في الارتفاع واستمر البنك اوف كان او بنك كندا في التاكيد على النظره الحياديه. الفيصل اللي هيكون في البيانات الاقتصاديه خلال الفتره اللي جايه هيكون شهر مارس، فالتوقعات اللي انا بقولها دي موجوده لحد معانا لحد منتصف شهر مارس، عشان ده شهر مارس ده شهر اعلان البنوك المركزيه في العالم كله، بنك كندا، بنك انجلترا، المركز الاوروبي الفيدرالي، بيبتدي يطلعوا تحديثات للتوقعات الاخيره. عشان كده في خلال الفترة اللي جاية لازم نكون عندنا متابعة قوية جدا في قرارات البنوك في شهر مارس. هيكون في ندوة إن شاء الله في بداية مارس هنتكلم فيها على البيانات الاقتصادية وإزاي هتأثر على كل قرار بنك جاي في خلال مارس، وفرص المتداول المتاحة عليه سواء سكالبنج مضاربة على الخبر أو بناء تمركزات أو إن أنا آخد بوزيشن في خلال بقية الشهر. وفي نهاية شهر مارس هتكون فرصة شهر إبريل إن شاء الله. بالنسبة للاستفسارات على مؤشر الداو، طبعا مؤشر الداو نصحت يعني من أول شهر أغسطس اللي فات، وأنا متوقع استمرار ارتفاع تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية تانية، لكن على الشورت تيرم خلينا نبص على التايم فريم الساعة هنشوف في تراجعات. طبعا بالطبع يعني حالة التوتر السياسي والمشاكل اللي ممكن تشوفها منطقة الشرق الأوسط هتضغط على تداولات الأسهم الأمريكية، لكن بشكل عام هشوف إن أي تراجع هو فرصة للشراء، بس لازم يكون في إدارة مخاطرة كويسة. ممكن نشوف تراجعات توصل 1000 نقطة. في عندنا توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يوم 15 يناير. الخبر ده برغم ان السوق مسعره بشكل كبير، لكن هيكون ليه تأثير او مردود ايجابي على الشركات الصناعية الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية، وممكن نشوف مستويات ال 29000 خلال الربع الاول. لو انت مضارب او بتحب المضاربة على البيع هيكون اهدافك قصيرة او شورت تيرم تارجتس قصيرة المدى، لكن لو على اللونج تيرم دايما اي تمركزات، ممكن ناخد تمركزات من 28000 و200، تمركزات من 27363 باستهداف مستوى 29000، وممكن نشوف 30000. طبعا ده معتمد على الاداء، مش عايز ادخل تفاصيل قوي طبعا عشان ما اضيعش وقت المحاضره، لكن في عندنا خلينا نبص على الاداء القطاعات اللي ممكن تكون موجوده. عندنا القطاع الخدمات في عند المؤشر حوالي عند 64، شفنا عند 19 13 نوفمبر 2019 شفنا ارتفاعات قويه لمؤشر قطاع الخدمات،
هنشوف تاني ارتفاع لمؤشر القطاع الثقة في القطاع التكنولوجي طبعا مستمر في الارتفاع، عشان كده هنشوف ارتفاعات قوية لمؤشر الناس ده خلال الفترة اللي جاية. عندنا في ارتفاع أيضا في القطاع الطاقة، وده الأهم بالنسبة لي بالنسبة لتحديد مؤشر الداو، وشفنا فيه تراجعات قوية، ولكن بشكل عام الارتفاع لسه هو المسيطر على التايم فريم الديلي. وعندنا بشكل عام ارتفاع، يعني احنا لو جينا بصينا من 7 اكتوبر 2019 في ارتفاعات لقطاع الطاقة في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وده طبعا هيأثر بالإيجاب بشكل عام على أداء الأسهم الأمريكية. طبعا هنا شفنا قطاع الأوضاع المالية مستمر أيضا في ارتفاع، المؤشر بيستقر عند المستويات اللي حوالي 30. مش عايز أدخل تفاصيل قوي في أداء القطاعات بشكل منفصل بالنسبة لتحديد اتجاه الداو، لكن بشكل عام الداو مستمر في الارتفاع خلال الفترة اللي جاية، وأي تراجعات اللي ممكن توصل لحد 1000 نقطة ده مش معناه بداية لاتجاه الهبوط. طيب في استفسار تاني على اليورو ين. دايما في التحليل يعني حاولوا تبقوا التحليل الفني او التحليل الاساسي، طبعا التحليل الاساسي يعتبر في تفاصيل كتيرة، لكن ما تحاولش تعقد الدنيا قوي بحيث ان انت تلاقي نفسك مش عارف تاخد القرار. يعني دايما حاول تبتدي بأبسط الأدوات، ولو احتاج أداة أو تعرف معلومة زيادة هي اللي ممكن تقدر توصلك أنت تاخد القرار، تبقى أنت محدد وتاخد القرار بقى سواء بالشراء أو البيع. لكن هتقعد يعني أغلب الناس اللي بتقعد تدور على الاستراتيجية المعقدة اللي ممكن توصلك في النهاية لاتخاذ القرار دايما بيبقى قراراته فيها تخبط كتير جدا، وعقبال ممكن ياخد القرار أصلا ممكن تكون الفرصة خلصت. يعني مثلا الفرصه اللي انا لسه موريها لكم بتاعت الداكس كان هيدن شولدر، نموذج هيدن شولدر طبعا مدعوم من ناحيه اقتصاديه، بس نموذج هيدن شولدر انا بالنسبه لي القرار الاقتصادي او الناحيه الاقتصاديه ممكن تخليني ارفع المخاطره من مثلا 1% من المحفظه ل 3% او 4%. ف دايما في مقوله اللي هي بتقول تريد وات يو سي، شفت هيدن شولدر بشروطه الصح. يعني دايما في ناس بتشوف هيدن شولدر ممكن يقولش هيدن شولدر مكتمل صح، يعني لازم مثلا اللي هو في الهيدن شولدر البيرش او البيعي يكون الكتف اليمين اقل من الكتف الشمال شويه، ده بيؤكد ان في بايعين موجودين في السوق. وفي ناس بتدمجه مع تحليل اليوت، لكن انا بشكل عام لقيت هيدن شولدر ما تحاولش تدور على تولز كتيره جدا تعقد لك القرار. فخلينا نبص على اليورو ين مثلا، احنا هنا حاليا في اتجاه صاعد، بشكل عام الشراء هو المسيطر على التايم الديلي تايم فريم. طب خلينا ننزل على الميديوم تيرم، هنشوف في إعادة لاختبار نموذج القمة المزدوجة، عشان كده لازم يكون عندي استقرار فوق المتوسط المتحرك 100 اللي هو حوالي عند 121.30، لازم اشوف اغلاق فوق ال 121.45 عشان استهدف ال 122. البيع على اللونج تيرم شويه لازم يكون اغلاق اسبوعي اسفل 120، شفت اغلاق اسبوعي اسفل 120 ممكن اشوف 119.37 وبعدها 117.32. طب الحركه الحاليه لو انا هقدر استهدف البيع ممكن، لو انا مستهدف لونج تيرم، خلينا ناكد لونج تيرم اللي هو مع كسر خط الاتجاه، هبيع من 121.60، الستوب لوس هيبقى 122.76 يعني حوالي 110 نقطه، واعزز بعد كسر خط الاتجاه الصاعد باستهداف المستويات ال 117. طبعا لازم ده يكون مدعوم باستمرار حاله التوتر واستمرار الين كملاذ امن في خلال الفتره اللي جايه. شفنا تهدئة للأوضاع وشفنا اتفاق تجاري بين الصين وشفنا تهدئة للأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، هنشوف مستويات ال 122. من الناحية الفنية إغلاق فوق 121.65 هنشوف الارتفاعات دي. رقم يعني محتاج بس توضيح عن مفهوم رقم الشمعة. يعني إيه رقم الشمعة؟ أستفيد بالفوليوم، الفوليوم في محاضرة طبعا يعني هبعتها لكم
بتكلم فيها عن ازاي اقدر استفيد اصلا من الفوليوم بشكل، يعني محاضره حوالي ساعه، ف هبعتها لكم بحيث ان انتم ممكن تقدروا تبصوا عليها في اي وقت. ودي محاضره مهمه جدا على فكره، وهتفرق معاكم جدا في تحديد اتجاهات السوق. اعتقد ان هي كده انا بعتها، بس اتاكد بس ان هي وصلت عند الجميع. لو انتوا شايفينها بعتها في الشات ويندو، فشوفوها كده في الشات ويندو بحيث ان انتوا تقدروا تتاكدوا ان هي وصلت عندكم. تمام، المسج اللي بعتها وصلت عند الناس ولا مش باينة؟ طب هي وصلت؟ تمام، اوكي، تمام، اوكي. اللي مش واضحة قدامه يفتح الويندو بتاع الشات، هلاقوها الاقيها موجوده. طيب، لكن بشكل عام على شورت تيرم زي ما انا ما قلت، شراء لحد ما يتم كسر خط الاتجاه الصاعد على الديلي تايم فريم. نحب يعني، انا دايما حتى في تحديد الاتجاه اليورو دولار مثلا، معلومه ليكو، انا بحب دايما اقارن العائدات، بالنسبه لي مهمه جدا. نبص هنا، دي طبعا عائدات السندات مرتفعة. لو جينا بصينا على من أول 19 سبتمبر لحد النهاردة، شفنا فيه اتجاه للأصول ذات المخاطرة، لكن مرة تانية شفنا فيه تراجعات لعائدات السندات مع بداية أو نهاية السنة وبدء المشاكل ما بين إيران وأمريكا. شفنا فيه تراجع في عائدات السندات، وده هيضغط على مؤشر الدولار الأمريكي. لو جينا بصينا هنا، عملنا كومبير ما بين العائدات السندات الألمانية والأمريكية، زي ما انتم شايفين كده. هنشوف ايه، بس اظبط السيتنج. خلينا نبص هنا، هنشوف في فرق واضح ما بين، لو جينا هنا بصينا مثلا هنا، نقطة التقاطع كانت في ديسمبر 2018، استمرار اتساع الفارق بشكل قوي جدا ما بين عائدات السندات الألمانية وعائدات السندات الأمريكية. طب ده بالنسبة لي مؤشر لإيه؟ مؤشر لإن في ضغط على تداولات اليورو دولار خلال الفترة اللي فاتت، وهنشوف في ضغط على تداولات اليورو دولار خلال الفترة اللي جاية. طب أنا عايز أبص أوريكو الفرق ما بينهم. بالنسبة للناس اللي بيجي لها اللي الصفحة غير موجودة، يعني يعمل ريفريش ولازم يسجل في الموقع عشان يقدر يحضر المحاضرة.
طيب انا عايز اتاكد بس ان المحاضره موجوده عند الناس كلها. دقايق ونعود. خلينا نرجع تاني ونبص على الصورة واضحة عند الناس كلها ولا فيها أي مشاكل؟ طيب خلينا نبص كده على العائدات السندات الأمريكية، دي الألمانية بالظبط زي ما انتوا شايفينها قدامكم، ونبص على عائدات السندات الأمريكية. هنشوف هنا العائدات السندات الأمريكية 1.79، ودي ارتفاع قوي مع اتجاه المستثمرين للأصول اللي هي متقالش عليها سيف هيفن اسيتس مقارنة بالستوكس. هنشوف فيه تراجع في الستوكس وتراجع في عدد سندات مع اتجاه المستثمرين، لكن من ناحية تانية شفنا فيه عادات سلبية ليه على السندات الألمانية، وعلى فكرة يعتبر من بلغ حوالي حجم السندات ذات العائد السلبي في خلال 2019 حوالي 10 تريليون دولار، فده رقم عالي جدا، وممكن نشوف من خلاله يعني أي تصحيحات قوية ممكن نشوفها في أسواق الأسهم في خلال الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة لمحاضرة الـ COT اللي ما جاتش عند الناس كلها، أنا هبعتها على التليجرام بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله. تمام أستاذ محمد. لو جينا قارنا الأسواق السندات ما بين أمريكا وألمانيا هنلاقي في فرق واضح جدا في العائد، وده هيضغط على اليورو دولار خلال الفترة اللي جاية. طب بالنسبة للدولار ين، طبعا عادات السندات الامريكيه زي ما انتم شايفين قدامنا في ارتفاعات، لو هنتكلم من 19 سبتمبر لحد النهارده، لكن بشكل عام لو جينا رسمنا الترند ده بيقول لي ان الدولار ين. طب خلينا نبص كده على الدولار ين ايه اللي حصل النهارده. انا شخصيا دخلت شراء، خلينا نبص على الدولار ين. المستويات الحالية 108.37. طب احنا كان عندنا الدولار ين النهاردة في ارتفاعات قوية جدا بالنسبة للدولار ين، لو جينا بصينا على اللو الشمعة بتاعت النهاردة هنلاحظ ان هي كانت عند حوالي 107.75، شفنا في ارتفاعات قوية. طب ترجع تاني لعادات السندات الامريكية وهنبص علاقتها بالنسبة للدولار ين، هنلاحظ ان في ارتداد واضح من على خط الترند زي ما انتم شايفين قدامكم كده، اوضحه لكم اكتر. زي ما انتم شايفين في ارتداد واضح لعدد السندات الامريكيه من الترند على الـ4 ساعات زي ما انتم شايفين. يبقى انا اقدر اقول ان الدولار ين مكمل في الارتفاع، الا هبيع امتى؟ لما يحصل عندي كسر واضح لعادات السندات الامريكيه تحت المستويات 1.76، اقدر من خلالها ابيع الدولار ين من مستويات اعلى شويه، ممكن ابيع من حوالي مستويات 109 بشرط كسر خط اتجاه صاعد بالنسبه للعادات الامريكيه في خلال الفتره اللي جايه.
طب ده كان بشكل عام يعني اتجاه للاسواق، الاسواق الماليه والاسواق الاسهم سواء اسواق السلع. طبعا يعني في فرصه موجوده برضو احب اوضحها لكم قبل ما ننهي المحاضره بالنسبه للاسترالي نيوزيلندي. يعني بص ده الاسترالي نيوزيلندي على الفريم الويكلي. طب خلينا نبص كده ان ادنى مستوى للبير الاسترالي نيوزيلندي كان يوم 15 6 ابريل 2015، كان عند الباريتي او مستوى الواحد زي ما انتم شايفين الباريتي. عمره ما جاء في تاريخ استراليا او نيوزيلندا ان هو نزل تحت الباريتي، الباريتي اللي هو مستوى التكافؤ او مستوى واحد، يعني الدولار الاسترالي بيساوي 1 دولار نيوزيلندي. طب حاليا البير عند مستوى كام؟ عند 301 309 او 410 دلوقتي. حاليا البير عند 1.0394، يعني نتكلم ان اقل مستوى ليه في التاريخ قدامه حوالي 400 نقطة. طب انا لو هشتري من المستويات دلوقتي هيبقى الستوب بتاعي 400 نقطة، فانا ممكن اشتري اقسم المخاطرة. لو انا ادخل ب 3% من المحفظه هيبقى عندي 1% شراء من المستويات الحاليه، بحيث ان انا ما اقدرش افوت الصعود اللي ممكن يحصل. يعني ممكن نشوف عندي ارتفاع من المستويات الحاليه المستويات 1.0743، وبعد كده اشوف المستويات 1.1024. طب انا ليه افوت الفرصه دي؟ طب ما انا اشتري دلوقتي، ولو البير نزل تاني اشتري من عند 255، يبقى انا عندي مستوى ده ليه بشتري؟ هو مش مستوى قوي جدا اشتري من عنده، بس انا مش عايز افوت الارتفاع اللي ممكن يحصل في اي لحظه، واشتري تاني لو وصل عند 255، يبقى ده مستوى تاني هشتري من عنده او اعزز صفقات الشراء من عنده بنسبة 3% من المحفظة. هيكون الستوب بتاعي حوالي 250 نقطة، فرصة قوية جدا. بنتكلم في حوالي لو جينا قسنا من المستويات ال 255 لحد هنا هنلاقي حوالي 777 نقطة ب 7% او 7.5 مكسب، لو او 7.5% ارتفاع ب 777 نقطة في خلال الفترة اللي جاية. دي كانت فرصة ممكن أقدر من خلالها إن أنا أقدر أستفيد في خلال الربع الأولاني أو السنة أو النص الأول من السنة، أقدر أحقق أرباح قوية من البير الأسترالي نيوزيلندي. طبعا البلاديوم، يعني كنت في الندوات اللي فاتت كلها وضحت إن البلاديوم يكون فرصة قوية جدا للشراء، ووضحت ده بسبب اتجاه الصناعات السيارات الكهربائية وازاي بتستخدم البلاديوم اصلا في صناعة البطاريات وتقليل الانبعاثات، والقوانين الاتحاد الاوروبي اللي حست الشركات اللي تقليل الانبعاثات. وكان من ناحية تانية في تراجع قوي جدا في المعروض العالمي. معلومة برضو يعني تتابعوا المعروض بتاع البلاديوم من فين؟ روسيا بحوالي بتمتلك حوالي 60% من الانتاج العالمي، جنوب افريقيا حوالي 30%. فعشان كده دايما لما باجي اتابع المعروض الخاص بالبلاديوم بتابع الانتاج الروسي والانتاج جنوب افريقي، بقيه الدول طبعا بيكون لها انتاج بس اقل بكتير من الدول التانية. خلينا نبص على البلاديوم. هو حاليا عند المستويات الحوالي 1000 1018، وممكن نشوف مستويات ال 1020 بشرط استقرار التداولات فوق المستوى ال 1000 ال 2000. طيب خلينا نبص نظرة سريعة على أسعار البلاديوم. حاليا المستويات ال 2033، وكان الصبح حوالي 2018، عندنا في ارتفاع بحوالي 1.5%
بالنسبه لاسعار البلاديوم، وممكن زي ما قلت لكم ان في استمرار لارتفاع الاسعار خلال الفتره اللي جايه، ولكن افضل ان احنا نشتري بتقسيم المخاطره بنفس الطريقه اللي وضحت لكم ليها بالنسبه للاسترالي نيوزيلندي. طب بالنسبه لمؤشر الدولار، خلينا نبص قبل ما نختم المحاضره، مؤشر الدولار عندي خط اتجاه صاعد، اتوقع ان هو يتم كسر الخط الاتجاه بشكل عام. خلينا نراقب الاتجاه العام في البيانات الامريكيه في خلال الربع الاول، وملحوظه برضو ليك ولازم اكد عليها، ان الربع الاولاني في امريكا او في الولايات المتحده الامريكيه دايما بيشهد في ضعف في البيانات، فدايما بيبقى ضعف مؤقت بسبب فصل الشتاء واغلاق اغلب المصانع، فدايما ما ناخدش اتجاه عام بالنسبه ل 2020 اللي بالنسبه اتجاه سلبي للدولار، لكن ممكن نبيع على المدى القصير ونبتدي نطلع من صفقات البيع بنهايه شهر مارس. اتابع معاكم دايما التوقعات والتعليقات بتاعتي على الاسواق الماليه واهم الاحداث على قناتي على التليجرام اللي هبعتها لكم دلوقتي حاليا في خانه الشات. تمام، دايما تابعوا اغلب الحاجات اللي ممكن تستجد على الاسواق والفرص المتاحه. كان عندنا صفقات بيع للسيرين خرجنا منها، وبعد كده خرجنا منها النهارده عند مستويات مهمه جدا قبل الارتفاع. كان في صفقات دايما موجوده ومتابعه ليها، اتشرف بمتابعتكم ليا واتمنى ليكم التوفيق. ولو في حد عنده اي استفسار ممكن يرسل لي في اي وقت على تويتر او على التليجرام او على الواتساب. سعدت جدا بوجودي معاكم النهارده، ودايما موفقين ان شاء الله، واشوفكم في الندوه القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.